ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تعرفوا ايه ده؟ برافو عليكم. طب يا ترى ايه علاقة العلاج الطبيعي بالثقب الأسود؟ طيب بلاش السؤال ده، تعرفوا مين ده؟ ستيفن هوكينج. برافو عليك. ستيفن هوكينج الراجل ده للأسف هو عنده 21 سنة جاله مرض في الأعصاب سبب له ضمور العضلات وشل حركته كليا. لو حد اتفرج على فيلم ذا ثيري اوف ايفري ثينج هيلاقي ان الدكتور قال له خلاص فاضلك سنتين وتموت، بس الغريب والمفاجأة انه عاش بعدها لأكثر من 50 سنة وبفضل انجازاته اكتشفنا الثقب الأسود. حد سأل نفسه يا ترى هو ليه بعد ما الدكتور قال له خلاص فاضلك سنتين وتموت عاش لأكثر من 50 سنة؟ الفضل بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى كان للعلاج الطبيعي. أهلا بيكم في سكيتش يور فيوتشر، معاكم هاجر طارق تاني علاج طبيعي وعبد العزيز سرحان سنة 5. مساء الخير. عايزين بقى نرجع كده ظهرنا لورا، فك بقى دراعاتنا كده ونصحى كده من النوم اللي فوق. تمام تمام يا رجاله، صباح الفل. في الاول عايزين نشوف الكليه دي موجوده فين. علاج طبيعي موجوده في 4 جامعات حكوميه بس، كفر الشيخ، القاهره، بني سويف، جنوب الوادي. كمان موجوده في 8 جامعات خاصه منهم جامعه فاروس هنا في اسكندريه. فبالتالي انا لو جبت مجموع علاج طبيعي انا هدخل جامعه ايه؟ هندخل كفر الشيخ. هنبعتك كده بعثة صغيرة هناك تستكشف كفر الشيخ. أول حاجة هي قريبة منك من المسافة، تاني حاجة أنت هناك هتدرس بنظام الساعات المعتمدة. النظام ده اللي هيخليك تسافر لأي دولة برة من غير ما بتحتاج شهادة معادلة. حد هنا يعرف علاج طبيعي كام سنة؟ ها؟ 5 بس؟ ها؟ هما 6 سنين، 5 ومعانا واحدة امتياز. الامتياز بتكون عبارة عن 12 شهر تدريب في المستشفيات الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، وكمان بعدها بتبتدي تستلم التكليف بتاعك. ومش كده وبس، انت كمان تقدر تقضي الامتياز هنا عندك في اسكندريه، مش لازم تروح هناك. انا ممكن اكون زعلتك ان الكليه هتبقى هناك كفر الشيخ، بس هفرحك في الاخر. على مدار ال5 سنين اللي بتقضيهم في الكليه انت مش بس بتدرس مواد علاج طبيعي الاساسيه بتاعتك، لا انت كمان بتدرس مواد من طب، مواد من صيدله، مواد من علوم، يعني تقريبا كده جمعنا لك القطاع الطبي كله في كليه واحده. على مدار ال5 سنين برضو انت بتمر على 8 اقسام، تقدر بعد كده انك تتخصص في قسم او اكتر من الاقسام دي بعد ما تتخرج ان شاء الله. طيب هي الاقسام دي ايه؟ اول قسم معانا هو قسم العلوم الاساسيه. القسم ده انت بتدرس كل ما له علاقه بالاساسيات الطبيه، علم التشريح، علم وظائف الاعضاء، علم الانسجه. ثانيه واحده، انا قلت علم التشريح؟ اه يا جماعه هتدخلوا المشرحه وهتمسكوا الجثه بايديكم كمان عادي خالص. كمان كمان في القسم ده انت بتدرس العلاج المائي، بتدرس العلاج الكهربي ده بالاجهزه اللي بنشوفها في المستشفيات والمراكز، والعلاج اليدوي. هو ده المساج يا جماعه. دلوقتي معانا قسم العظام. حد هنا حصل له كسر من الكسور قبل كده؟ يرفع ايده. ها؟ ايه ده؟ انتوا كلكم اتجبستوا قبل كده؟ ما شاء الله. القسم ده احنا معلوماتنا عنه كويسه، اغلبنا اكيد مر عليه قبل كده، بس اللي ممكن ما تعرفوش عنه انك كمان في القسم ده هتتعامل مع حالات كتيره لامراض العظام محدش يقدر يتعامل معها غيرك انت. حالات زي خشونه المفاصل، حالات زي الام اسفل الظهر والرقبه. انت هنا بتكون علاج الالم بدون احداث الم، انت بتعالج بايدك مش بحاجه تانية. دلوقتي عارفين ايه ده؟ طبعا كنا كلنا بنعيط ويا ماما فخر العربي اتكسر وكتفي وكده. لو تفتكروا في الاصابه دي كان هيبعد عن كاس العالم، وبالتالي ما كناش كنا برضه هيفضل الكابتن مجدي عبد الغني كل شويه انا اللي جبت الجول. فبلولا تدخل العلاج الطبيعي ما كانش لحق كاس العالم وما كانش جاب الجونين. القسم اللي بعد كده هو قسم الاعصاب. قسم الاعصاب في القسم ده من اهم الاقسام اللي ممكن تكون موجوده في الكليه. انت بتتعامل مع كل حالات الشلل، شلل رباعي، شلل نصفي، شلل كلي. الشخص اللي بتتعامل معاه ده ما بيمارسش اي نشاط بشري في حياته، فبالتالي انت بتكون بالنسبه له بصيص الامل الوحيد اللي عايش عشانه. كمان بتتعامل مع حالات الغضروف والعرق عصب النسا العصب السابع. حد شاف قبل كده حد عنده العصب السابع؟ اهو المريض بيكون بالمنظر ده، ما بيقدرش ياكل، ما بيقدرش يشرب، ما بيقدرش يحرك عينيه وعضلات وشه بشكل سليم، بيفقد الاحساس تماما في الجزء المصاب. يعني لو مسكت دبوس وقعدت تشكشك فيه كده مش هيحس باي حاجه تماما. انت بتساعده انه يرجع للشكل الطبيعي النورمال ده تاني. دلوقتي معانا قسم الاطفال. احنا اتكلمنا كتير صح؟ دلوقتي بقى احنا هنشغل لكم فيديو. شيل بقى ايدك من على خدك كده عشان شايف كله شايل ايده. ايوه الله ينور. الفيديو ده هيشتغل دلوقتي هيعرفكم كل حاجة عن القسم ده.
الفرحه يا جماعه. طيب مش الفرحه بس، دي الصوره دي انا كل ما بقى الامتحانات بتشد عليا وببقى تعبان بجيبها اتفرج عليها، بعدها ببتدي اذاكر وانجح واعدي والله. القسم بعد كده هو قسم الميكانيكا الحيوية. القسم ده من أمتع الأقسام اللي موجودة في الكلية حرفيا يعني. طب يبقى اسمك ميكانيكي بدي أدمين، تدرس ميكانيكية حركة الجسم البشري. إيه الكلام الكبير ده كله؟ ما تيجي ناخد مثال. بص معايا كده على أول شخص على اليمين، ده الشخص الطبيعي النورمال اللي كلنا عايزين نوصله. طيب بص على الشخص اللي جنبه، ملاحظ إيه؟ رقبته طالعة لقدام كده. الشخص ده ماسك الموبايل 24 ساعة في إيده، كمان بيقعد قدام الكمبيوتر او اللابتوب فتره طويله جدا بوضعيه غلط وهو مش واخد باله. طيب سيبك منه كده وبص على الشخص اللي بعديه، ملاحظ ايه؟ ظهره متني كده مكتب يعني. الشخص دوت بيشيل حاجات تقيله جدا على ظهره وكمان بيقعد يذاكر بوضعيات غلط، زي الناس مثلا اللي بتذاكر على الكنبه او على السرير. هم ممكن يكون عندهم مكتب بس مش بيستخدموه، مش عارفه يعني. قسم الميكانيكا الحيويه بيقولك الوضعيات الصح اللي انت لازم تتخذها وانت قاعد بتذاكر وانت بتشيل حاجه تقيله من على الارض. لو انتوا انترستد للموضوع ده احنا هنعمل ورك شوب ان شاء الله بكره في البريك، فتعالوا بقى. دلوقتي معانا قسم النساء والولاده. هو ايه علاقه علاج طبيعي بالنساء والولاده؟ ببساطه انا هعرفك كده، هبسطها لك. عارف الست الحامل المصريه يا ابني والنبي هات لي كرسي، والست الاجنبيه؟ ده ببساطة كده شديدة دورك هيكون هنا ايه؟ هتخليها تخلف 20 مرة من غير ما تعجز تبقى شبه الايه اللي قاعد عندنا في البيت. قسم الأمن الأخير هو قسم الجراحة والحروق، وبان جدا من اسمه يعني جراحة وحروق. طب انتوا بتعملوا ايه يعني؟ هقولك ببساطة، لو حد لا قدر الله حصل له حرق في رقبته من قدام من هنا، ساعات الحرق بيكون شديد جدا لدرجة ان الشخص بيكون راسه ميلة لقدام. كلنا عارفين الجرح عشان يلم بيقرب جامد من بعض، فتيجي تقول للشخص ده ارفع راسك يقولك مش قادر مش عارف. هل هيكمل حياته كلها بالمنظر ده باصص في الارض كده؟ اكيد لا طبعا. عن طريق العلاج الطبيعي بنرجع له راسه لوضعها الطبيعي تاني زي الاول. قسم البطنة وجراحة القلب والصدر، والحمد لله بنخلص الأقسام. القسم ده أنت هتعرف فيه إزاي تحافظ على حياة المريض بتاعك. أنت بيجي لك مريض قلب، مريض ضغط، مريض سكر، إزاي بتتعامل معاه وتخلي حياته تبقى أحسن ويمارس حياته بشكل طبيعي رغم مرضه. في القسم ده كمان أنت هتتعامل مع حالات العمليات القلب المفتوح ومع حالات العناية المركزة داخل كمان العناية المركزة. طيب مجالات العمل هشتغل فين؟ تقدر تشتغل في المستشفيات، مراكز التأهيل، يحق لك ان انت تفتح حياتك الخاصة بعد 5 سنين او بعد ماجستير، او تشتغل في النوادي وتبقى دكتور المنتخب، ولو من سعداء الحظ يعني انت تسافر وتبقى دكتور بتاع نادي ليفربول وتقابل محمد صلاح، او لو انت دحيح وبتحب المذاكرة وليك بقى في جاب مجموع عالي يعني ممكن تبقى ممكن تكمل السلك الاكاديمي وتبقى معيد ودكتور في الكلية، او تسيبك من كل ده خالص وتقول بقى انا بسعى لهدف اسمى من كده، ناسا. انا عايز اشتغل في ناسا. ناسا بتحتاج دكاتره العلاج الطبيعي بنسبه كبيره جدا علشان ياهلوا الطلاب، ياهلوا الناس اللي هتسافر لبره بعد كده ان شاء الله في الفضاء يعني. اللحظه المنتظره، التنسيق. الكليه بتاخد من كام؟ متوسط تقدير الكليه بيكون من 96% ل 97%. السنه اللي فاتت خدت من 96.7. دلوقتي بقى احنا هنتكلم عن حاجة كويسة كده. حد عارف في 18 أكتوبر 2018 حصل ايه؟ ها؟ عيد ميلادك؟ مش عيد ميلاد؟ عيد ميلادك؟ عيد ميلاد دكتور صلاح؟ مش عيد ميلاد دكتور صلاح. في اليوم ده العالم كله كان بيتكلم عن ان ازاي المريض المصاب بقطع في النخاع الشوكي هيقدر من تاني يمشي. وده كان بفضل العالم المصري الأستاذ الدكتور أشرف جورجي، أستاذ العلاج الطبيعي في جامعة فيرجينيا، اللي قدر يخترع شريحة بيتم زرعها في الإنسان اللي حصل له قطع وبيرجع تاني يمشي من جديد بعد التأهيل وبعد العلاج الطبيعي. الكلام ده أنا عايز أقول منه إيه؟ ببساطة شديدة أنت في الكلية مش هتروح بس تتعلم إزاي تعالج وتدرس، أنت كمان هتتعلم إزاي تبتكر وإزاي تضيف في المجال وإزاي تخترع. أنا واقف قدامك أهو ومعايا براءة اختراع وكمان أول الجامعة مرتين على التوالي في البحث العلمي، فأنت كلكم مدعوين إن أنتوا تكونوا بتضيفوا في المجال لأن المجال مفتوح ليكم جدا. طيب نيجي للسؤال المهم بقى، هو انا ليه اصلا اختار علاج طبيعي؟ ليه ادخل علاج طبيعي؟ هقول لك اولا لانها مهنه فعلا سهل التميز فيها، لان ببساطه عدد خريجين العلاج الطبيعي في مصر كلها حوالي 2000 طالب، وده عدد قليل جدا نسبه مثلا للكليات الطبيه الثانيه او كليات الهندسه. تاني سبب وده الاهم ان وزاره الصحه بتاكد ان في نقص في عدد دكاتره العلاج الطبيعي نسبه لاحتياج السوق ليهم، وبالتالي شغلك مضمون من اول ما تدخل الكليه.
ثالث سبب بقى وده اللي يمكن بيهم كتير من الولاد ان الشغلانه فلوسها حلو بتكسب الصراحه. ولو مش مصدقني ممكن تسال على اسعار جلسات العلاج الطبيعي. انت كطالب في ثانويه عامه قبل ما تختار كليتك لازم تسال نفسك ثلاث اسئله. اول سؤال هو انا ايه المواد اللي انا هدرسها؟ لان وارد جدا تلاقي ماده او مادتين انت ما بتحبهمش، فيزياء، كيمياء، رياضه، ايا كان. تاني سؤال لازم تساله لنفسك وانا هشتغل فين بعد ما اتخرج؟ وهل الشغل ده هيكون متاح ليا ولا لا؟ ثالث سؤال لازم تساله لنفسك هي ايه طبيعه شغلي؟ هل شغلي ده هيتطلب مني مجهود بدني كبير ولا مجهود ذهني كبير ولا هيتطلب مني الاثنين مع بعض؟ دلوقتي احنا يعتبر خلصنا الكليه، بس قبل ما نخلص هنقول لكم حاجه بسيطه خالص. احنا هنعرض على مدار اليومين كل الكليات، انت الوحيد اللي تعرف قدرات نفسك، فبالتالي اختار الكليه اللي تناسب قدراتك مش تناسب مجموعك. ناس كتيره استخسرت المجموع قالت انا هدخل الكليه دي وهبقى القمه فيها، وللاسف دخلها على غير اقتناع بيها وعلى غير قدرات وبقى القاع فيها مش القمه فيها. فخد بالك جدا جدا من النقطه دي وادخل الكليه اللي تكون محل الشغف بتاعك. ناس كتير زي ما قلت اختاروا كليات كانت قمه وما قدروش يكملوا فيها وفشلوا فيها. تكملة على كلام عبد العزيز برضو ما تستخسروش يا جماعة المجموعة لو سمحتوا. تاني حاجة بقى عايزة اتكلم عليها هي موضوع السفر. انت بنت وكفر الشيخ وحتسافري ما تقعدي هنا يا بنتي تدخلي اي كلية. يا جماعة الاكسبيرينس اللي هتاخدوها من السفر لسنة واحدة بجد بجد لو قعدتوا هنا كذا سنة مش هتاخدوها. انت بتتعامل مع ثقافات غير ثقافتك، تتعامل مع ناس من محافظات كتير جدا، ده هيأهلك بعدين وانت بتشتغل. من ضمن الحاجات اللي انا استفدت منها فعلا في الكليه هي حاجه اسمها يوبتس. يوبتس هو تجمع طلاب او دكاتره العلاج الطبيعي في مصر كلها، جامعات خاصه وجامعات حكوميه. بننزل حملات توعيه في مصر كلها. اخر حمله توعيه نزلناها كانت في شركه بي ان جي العالميه، وفعلا انا كهاجر استفدت جدا 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 من الموضوع ده. اي حد عنده اي استفسار عن الكليه او غير الكليه دي الكونتاكتس بتاعتنا، وبسطنا ان احنا كنا معاكم. شكرا.